Welcome to Outright TV, a video and podcast series bringing you stories of queer people and allies across the globe. I'm Nazeeha Saeed, the Arabic Media Coordinator, and for today's episode, I'm talking to Mostafa Fouad. The interview will be in Arabic with subtitle for non-Arabic speaking. Mostafa, مرحبا بيك في Outright TV. مرحبا نزيه. مصطفى فؤاد هو نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومانا لحقوق الإنسان. ممكن تعرفنا أكثر بنفسك؟ أنا مصطفى فؤاد محامي حقوقي ونائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومانا لحقوق الإنسان والمشاكل المدنية. اشتغلنا في مصر على عدد من الملفات كان أهمها ملف لبس خطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض واللي تسبب بعد كده في خروجي من مصر إن الدولة المصرية لم يعجبها إن نشتغل في هذه الملفات خصوصاً إحنا اشتغلنا كمان على التمييز العنصري داخل الجيش فده تسبب في إن أنا حطني في مشاكل كبيرة مع الدولة وخرجت من مصر على إثر هذه المشكلات كمان بالإضافة إن أنا كنت محامي سارة حجازي وكانت هي تقريباً أهم قضية في البلد في الوقت ده جالي كتير من التهديدات وكتير من يعني المشكلات اللي حصلت بسبب عملي في هذه القضية طبعاً بس ده شيء لا يذكر يعني بالنسبة للي شافته سارة مثل ما نعرف أقدمت الناشطة المصرية الكويرية المثلية الجنس النسوية سارة حجازي اللي أنت محاميها وصديقها في نفس الوقت قبل عدة أيام على الانتحار أرجو أن تتقبل تعازينا بهذه المناسبة وذلك بعد صراع مع الخوف والقلق وخطاب الكراهية والاكتئاب في منفاها الذي لجأت له بعد اعتقال وتعذيب وحشي من قبل السلطات المصرية لرفعها علم قوس قزح في أحد الحفلات الغنائية ما الذي حدث؟ ما نعرفه أن سارة عانت من الاعتقال في بلدها مصر وتعرضت للتعذيب والتحرش والسجن الانفرادي هناك وغادرت مجبورة إلى كندا حيث كان منفاها ماذا حدث بعد ذلك؟ لازم يكون نبدأ من قاعدة إن الكراهية تقتل سارة تعرضت لكراهية شديدة جداً بدءاً من 2017 في 2017 سارة بدأت تعلن ميولها الجنسية المثلية وكمان بدأت تعلن أفكارها السياسية وهي والمجتمع المصري يرفض الاختلاف هنا نقدر نشوف المشكلة من ناحيتين هل المشكلة في سارة إن هي أعلنت ميولها المثلية وإن هي أعلنت أفكارها اللي ممكن تكون مختلفة مع عموم وسواد الشعب ولا المشكلة في المجتمع اللي فعلاً هو كان بيمارس ضد خطابات كراهية وتحريض بالعنف لا طبعاً المشكلة في المجتمع ولكن المشكلة في المجتمع دي جت منين؟ جت من السلطة الأبوية المفروضة على الشعب المصري مدار عشرات السنين اللي فاتت جت من النظام عنده إصرار إنه يرسخ رؤية في الرؤية الفكرية للشعب يعني إن هي تكون رؤية واحدة إن زي ما كانت سارة بتقول إن المواطن الأمثل في مصر إن هو يكون راجل مسلم سني ستريت فإن هي تكون بنت وعندها أفكار ومعتقدات مختلفة وكمان معلنة ميولها المثلية وشعرها قصير يعني غير الشكل اللي الدولة عايزة تخلي الناس شايفة أنه ده الطبيعي تعرضت لكم من الكراهية والتنمر كبيرة جدا لحد ما جه وقت الحفلة في سبتمبر 2017 سارة قررت أن هي ترفع علم قوس قزح ومن هنا بدأت يعني المرحلة الثانية من اللي مرت بيه الإعلام بدأ يتناول سارة بالسوء بشكل كبير جدا ويشوه صورتها وصورة أهلها ويجيب صورها قديما ويتريقوا على شكلها وإن هي رفيعة وعلى تسريحة شعرها وعلى طريقة كلامها دمروها نفسيا في خلال 10 أيام بس بين الحفلة والاعتقال ثم جاء الاعتقال تحرش وتعذيب نفسي وجسدي والمقابلة مع النيابة كانت
قمة في البشاعة وقمة في قلة الأدب. وكيل النيابة كان يعني أنا آسف اللي أنا هقوله بس يعني كان وفقا لكلام سارة تحليلها يعني الواضح إن كنا حاضرين التحقيق مع بعض، ولكن كانت دايما بتقول إن وكيل النيابة كان كأنه بيتفرج على أفلام بورن وجاي يتساءل بقى يتساءل عن الحقيقة لأول مرة يشوف واحدة لسبيان. فكان مهين بشدة. سارة تحملت كل ده حد بعد كمان ما خرجت من السجن ودخلت مصحة، وكانت مضطرة انها تخرج من المصحة عشان تقف جنب والدتها المريضة. ثم بعد كده سافرت ولم ينتهي الكراهية والتنمر عند هذا الحد. اتقال ان سارة سافرت بسبب ان هي هربت، وان كل ده كان معمول زي كشكل عشان هي عايزة تهرب وتروح برا. الكراهية ضد افكارها ومعتقداتها كانت شديدة جدا. المجتمع ما رحمهاش من اول يوم كتبت فيه ان هي مختلفة عن الناس لحد ما ماتت. حد النهاردة حتى بعد ما ماتت لازالت الكراهية يعني بتنهش في سيرتها، مش عايزينها تموت في سلام. صحيح. كانت سارة ناشطة على أرض الواقع وكمان في وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. كانت واضحة وصريحة عن من هي وعن أي الأفكار تدافع. إلى ماذا أدى ذلك؟ أدى ذلك إن المواطن المثالي بالنسبة لمصر ما رحمهاش. التمييز ضدها كان شنيع. كانت بتخاف تمشي في الشارع، كانت اتفصلت من شغلها، اتحبست لحد ما انتحرت. ده مش بسبب ان هي كانت نشطة، ده بسبب اللي المجتمع عمله والمجتمع نفذه ضد نشاطها، لان المجتمع بيخاف من الرأي والدولة بتخاف من الرأي، والرأي ده بالنسبة لهم شيء مربك جدا. فبالتالي عشان يعني ينفسوا عن نفسهم فبيطلعوا كل الكراهية والغل اللي جواهم تجاه المختلف عنهم. ولكن هذا لم ينتهي، يعني النقاش والصراع استمر حتى بعد وفاتها. نشوف هذا الموضوع يتكرر بعد وفاة أي شخص مختلف عنا في الدين، في التوجه الجنسي، في الجندر، في الشكل. عندما نفقد أحد الأشخاص وخصوصاً نشطاء مجتمع الميم عين، فما يحدث حتى بعد حياتهم هو صراع على هل سيدخلون الجنة، هل يحق لنا الترحم عليهم. ماذا تقول عن ذلك؟ أقول عن ذلك إن لو كل إنسان خلاه في نفسه العالم هيتغير، وده اللي سارة كانت بتطالب. يعني سارة كان عندها حلم واحد في الدنيا، الحرية والسلام، وده اللي كانت حتى رسمها على أيديها. أيضا الحرية والسلام، الحرية لكل المجتمعات ولكل الأفراد، إن ما يكونش فيه قمع وما يكونش فيه إرهاب فكري وما يكونش فيه ناس بتخوف ناس لمجرد إن هم بيقولوا رأيهم، والسلام للجميع، السلام الجسدي والسلام الاجتماعي والسلام الأمني في بلدان تانية. نقول للناس دي لو انتوا فعلا مؤمنين وشايفين ان سارة خلف عقيدتكم، فعقيدتكم بتقول لكم كونوا مع الحرية والسلام. فسارة ما خلفتش عقيدتكم، وسارة ما خلفتش أي حاجة ممكن يكون الإنسان مؤمن بيها. الإنسان لازم يكون مؤمن قبل أي حاجة بالإنسانية. خليكم يعني عندكم شوية فطرة إنسانية. لو أردنا أن نقول يعني في جملة واحدة، ما الذي أدى إلى اختيار سارة هذا الخيار الأخير؟ أدى إلى اختيار سارة هذا الخيار الأخير هي ما مرت بيه على مدار الثلاث سنوات من كراهية مجتمعية وقمع من الدولة. إنما هي صراحة بس الخط الأخير للقتل اللي هي مرت بيها على مدار السنوات. هي بس انتحرت، لكن هي اتقتلت من قبلها بكتير. صحيح. الكلمة مسؤولية وخطاب الكراهية مرفوض لما له من آثار على نفسية الأشخاص والنشطاء، وهذا قد يؤدي إلى نتائج مأساوية كما رأيناه مع سارة.
ولكن ما هو الجانب المضيء لنرى لنقول في هذه القضية؟ أكيد لا نحب أن نخسر أحد من النشطاء أو لا نحب أن نخسر أحد بشكل عام بظلم، ولكن ما هو الجانب المشرق في ذلك؟ الجانب المشرق إن سارة عاشت في صخب، يعني مصر قبل سارة حجازي غير مصر بعد سارة حجازي. يوم 22/9/2017 يوم حفلة مشروع ليلى اللي سارة رفعت فيها العلم، دي كانت بداية جديدة في تاريخ مصر إن يتقال على العلم كلمة مثلية جنسية، إن الإعلام يبتدي يقول ده في ناس عايشين معانا غيرنا احنا، لا احنا كلنا، احنا يعني انا مش الطبيعي الانساني، لا في حد تاني هو طبيعي برضه. بقى في افلام عن مجتمع الميم والعين. بدأ النقاش جدا. كل ده بسبب سارة حجازي. بموت سارة حجازي المساحه دي هتكون اكبر. على مدار الثلاث ايام الاخرى دول في كمية كارهين وشامتين كبيرة جدا طبعا، ولكن في كمية تضامن لم يكن يتوقعها أحد. اللي احنا شايفينه ناس من المواطن المصري العادي شايفين ان فعلا سارة كانت مؤمنة بقضية محقة، وان فعلا سارة ما تستاهلش كل اللي مرت بيه، ولان فعلا سارة هي احنا زينا زيها، لا حد احسن منها ولا هي احسن من حد. لذلك بقول ان الجانب المشرق مش اسف اللي بقوله يعني فقدان سارة اكيد مش جانب مشرق، ولكن ان الحياه في مصر والوطن العربي يعني هتتغير كتير بموت سارة. سارة هتفضل رمز لنضال قامت بيه على مدار سنوات ولازم يتخلد وفعلا هيتخلد. أنا متأكدة أن أنت فخور بمعرفة سارة وبقربك من سارة. سارة كانت قوية ورحلت قوية، يعني هي عشان لا تسمح لمزيد من المساحة الكراهية بأن تكبر قررت أن تضع حد لذلك، لإسكات هذه الأصوات ربما، التي ربما بعضها لم يسكت، ولكن سيأتي اليوم الذي يتحول فيه، أتمنى، هذا الخطاب إلى خطاب تقبل وتفهم وحب ربما. مصطفى، شكرا جزيلا لمشاركتك هذه التجربة الشخصية مع سارة، لمشاركتك رأيك فيما حدث للناشطة النسوية المثلية التي عبرت عن نفسها سارة حجازي والتي أنهت حياتها قبل عدة أيام. شكرا لقبولك إجراء هذا اللقاء الذي وضح الكثير أيضاً حول تأثير خطاب الكراهية والقمع في حياة النشطاء. شكراً. مصطفى، thank you for taking the time to speak with me today for Outright TV, a podcast and TV series which brings to light stories of LGBTIQ people and allies from across the globe. This was Nazeeha Saeed and I spoke to Mostafa Fouad. My colleagues and I will be back soon with more stories.